الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. الإسلام دارو نعم الزكاة تنقسم إلى قسمين. ودارو تو. زكاة فرض وزكاة نفل. زكاة الفرض تنقسم إلى قسمين إما زكاة بدن هي زكاة الفطر يعني ما ندفعه في قبل صلاة عيد الفطر صاع من طعام. هذه زكاة بدل، هذا قسم منها. وزكاة توليغاتو رسكا زكاة فور سيتو. أنا رادو يير دين كروب أكراد صن في صلاة العيد. ندفع صاع من طعام. حوالي ثلاثة كيلو من الرز مثلا. في سيركا دو يير تريشيلو ماريس. نعم. الثاني زكاة مال. أندر

والثالث الخارج من الارض حبوب مثل قمح او شعير وثمار مثل التمر، لو كان لديه مزرعه ويخرج منها قمح شعير تمر لابد فيها الزكاه. <سؤال> نعم، الرابع عروض التجاره، كل ما عد للبيع والشراء، لديه سوبر ماركت يبيع مواد غذائيه، يبيع الاخشاب، يبيع الحديد.

يعني قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله لابد من إداء إيه الزكاة على الوجه الذي أمر الله سبحانه في زكاة الله سبحانه وتعالى تلوي زكاة كيف؟ بودن نعم بأن نأخذ الزكاة في وقت محدد أضي زكاة بمقدار محدد مقدار من أموال محددة معينة Fra ting som er bestemte, og vi gir dem til åtte forskjellige grupper.